صباح الخير طفيلات، شحالكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تعودوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. فيديو اليوم بديت لكم من الصبح لنشارك معكم طريقة ميني بانكيك. عندي هون كاس من الدقيق، نفس الكاس من الحليب ما هو عامر، عندي كوتشارتين من الزيت، كوتشارتين من السكر، بيضة وساشي ديال الفاني والقليل من الخميرة، قياس نص كوتشارة صغيرة عفوا. كيف قلت لكم الطفيلات طريقته سهلة ومكوناتهم اللي بسيطين. لي نجمع كل شيء في الخلاط، بعد ما ينطحن لي هنا مباشرة وطيبه. كيف قلت لكم الطفيلات اليوم اللي نشارك معكم نهاري كيفاش لي يتخطى، وفي آخر الفيديو اللي نشارك معكم جولة في الشارع وفي محل إيكيا. خليكم معايا لآخر الفيديو. طفيلات اللي أول مرة يزوروا قناتي ما تنسوا تفعيل الجرس والضغط على المربع الأحمر. ومشكورات. ضرب الطفيلات من بعد ما طاب لي هذوك لي بانكيك، لين نحاول علي نعدل وحده فوق وحده، لين نفصل بينهم بهذا الكراميل، ولين نجمعهم بهذا لي كوكتو. طريقه سهله هي فقط للتغيير، يعني بدلو بها الشكل وصافي. هون كيف تشوفوا الطفيلات ميدة الفطور حطيتها على هذا الشكل، يعني بمكونات بسيطة وأشياء بسيطة. هذا البانكيك اللي شاركت معاكم، عندي هون كرواسه وعندي زريق، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال يا ربي. قلبي وراني حبيبي ما خلاني.
ورجعت بكم مرة ثانية الطفلات الكوزينة، بما أنني مشاركة معكم نهاري كيفاش لي يتخطى لين شارك معكم حتى غداياش عدلت له. بعد ما جمعت الدار فطرنا الحمد لله، لين تخطى باش نشارمل هذا الخطبان. شرمت الخطبان وكل شي يعرفها. أنا هون عدلت يوم شوي من الشحم وشوي من البصلة متقطعة على هذا الشكل. صافي لي نعدل لهم العطرية. العطرية أنا اللي استعملنا هذه العطرية ديال القطبان اللي جبتها معايا من العيون، صراحة نكهتها زوينة. وله ندير الزيت والمكونات الثانيين كيف الملح والأبزار، شوي من سكنجبير شوي من الكمون شوي من التحميرة والمعدنوس. صافي هذا الشي اللي نستعمل فيهم. وكان هذا هو الشكل النهائي لميدة الغداء اليوم. بعد ما شويت هذوك القطبان رافقتهم كيف تشوفوا بالكوردو، عدلت فيهم مطيشة وعدلت فيهم شي من الفرماج وشلاطة العادية اللي نعرفوا مطيشة والخس والبصلة وبطاطا فريت والعصير كيف تشوفوا. نتمنى انها تنال اعجابكم ولو انها ميدة بسيطة يعني. وذاك الطفيلات في طريقنا الإيكيا واخترت عني شارك معاكم لقطات والله جولة في الشارع مع حدنا ماشي كيف تشوفوا جوزين ما شاء الله. Thank you.
وهون الطفلات كيف تشوفوا الحقن الإيكيا والمسألة الزينة في إيكيا عنهم يطرحوا المنتوج ولا يطرحوا الديكور ويعطوك أفكار كيفاش انتي ليه تطرحيه ولا كيفاش ليه تنظميه في دارك. واليوم جبرنا تخفيضات زينة ما شاء الله، تخفيضات في الفراش وفي الماعن وفي يعني الديكورات، ياسر التخفيضات ما شاء الله. Thank you.
طفيلات، هون لحقنا نهاية الفيديو. نتمنى أن يعجبنا إعجابكم، نتمنى أن العرض ما طولت عليكم. طفيلات، إلى عجبكم الفيديو ما تنسوني من لايك، ونخليكم في أمان الله إلى فيديو قادم إن شاء الله.